أكيد نتواصل معكم متابعي قناة النيل الأزرق في كل مكان في هذا الصباح، ونحن ما زلنا نعلق ونتأسف على الأحداث المؤسفة التي حدثت بمحيط القيادة العامة والتي راح ضحيتها عدد من خيار شباب الوطن الذين كنا نأمل أن يكونوا دعاة للتعمير والحرية والسلام والعدالة التي طالب بها الشباب منذ عدد من السنوات، وهم ينادون بإسقاط النظام واستمرارهم في هذه الثورة، ثورة التغيير. لتحليل هذا الوضع الذي حدث والحدث الذي حدث معنا عبر خط الهاتف الصحفي عمار عوض. أهلا بك، صباح الخير وكل سنة وانت طيب. صباح الخير وكل سنة وانت طيبين والشعب السوداني بخير، وتحايا العيد نبعثها لكل السودانيين، الأطباء في المستشفيات ورجال الشرطة في أقسام الشرطة ورجال الجيش في الخطوط الأمامية، ولأسر الشهداء ولكل الذين ينشدون وطن جديد في هذه المرحلة. نعم أستاذ عمار، منذ وقوع حادثة 29 رمضان وحتى الآن نريد منك تقييم على الإجراءات التي تمت. الإجراءات التي تمت تدل بشكل كبير على أن هنالك اتجاه نحو تحقيق العدالة، وإن كان ذلك بجهة القوات النظامية. النظامية قامت بحسب المعلومات التي أوردها السيد وزير الدفاع بأنهم يقومون بحصر القوى التي كانت موجودة والتي تدور حولها شبهة الاتهامات لتقديمها للعدالة. أيضا الحكومة الانتقالية سارعت وتحدثت بشكل واضح على أنها يمكن أن تحاكم هؤلاء بشكل عاجل، وأيضا الحديث حول العدالة الانتقالية وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية بأسرع ما يمكن، وهي المفوضية الوحيدة القادرة على إخراج بلادنا من هذا النفق المليء بالأحزان والمليء بالأحقاد والمليء بكل جميل تجاه كل هذه الأحداث. أيضا الحديث حول أن يتم تحديد زمن قاطع بالنسبة للجنة القانون الضليع الأستاذ نبيل أديب حول فضل الإعصام. لكن بالمجمل دعني أقول شيء في هذا اليوم، وهو أن هذه الأخطاء التي واكبت هذه الأحداث التي وقعت قبيل العيد يوم 29، هي لنكون واضحين هذه الأحداث ليست مسؤولية جهة بعينها والآخرين معفيين عن المسؤولية. هذه المسؤولية تشمل الجميع، وهي أخطاء مركبة وقاسية جدا ما كان يجب لها أن تقع. أولا الحكومة الانتقالية، جهاز الدولة الانتقالي ممثلا في مجلس الوزراء والقوى السياسية، قوى الحرية والتغيير، الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة تتحمل جزء كبير وهو الذي يسمى بجزء الوقاية قبل وقوع الحدث، نسبة لأن من الواضح أن هذه القوى السياسية منفصلة تماما عن الجماهير وعن الشعب السوداني، وإلا لكانت هي من قامت بتنظيم هذه الاحتفائية بإحياء ذكرى الشهداء الذين وصلوا عبرهم إلى كراسي الحكم. كان يمكن أن تتولى الدولة كدولة أولا الاحتفاء بذكرى هذه المجزرة، وأن يكون هنالك تنسيق ما بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الداخلية وممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلة في كل أجهزة مجلس الوزراء، وأن تقام هذه الاحتفائية بمشاركة الوزراء وبمشاركة الأحزاب نفسها التي هي مشاركة في الحكومة بصفتها الحزبية. أين كانت هذه الأحزاب قبل وقوع هذا الحدث؟ لماذا لم يكونوا في قلب هذا الحدث؟ وإلا لم يكن يحدث ذلك، هذا الإطلاق للنار، إذا كان هنالك وزراء وإذا كان هنالك شرطة وإذا كان هنالك غيرهم من الفعاليات، لما وقع هذا الحدث؟ وهذا يدل على أنهم منفصلين عن الجماهير ومنفصلين عن تطلعات الجماهير، وهذا خطأ يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم.
أيضا هذا الخطأ المركب يشمل القوات النظامية نفسها التي لم تقم بالتدريب الكافي للقوات العسكرية لأن تكون لديها قدرة للتعامل مع المدنيين، وذلك يقود لضرورة إصلاح المؤسسة القوات النظامية، خاصة في ظل الأخبار التي تتسرب هنا وهناك عن وجود خلايا تعمل لصالح تنظيمات تمت إخراجها من السلطة، وتحديدا تنظيمات الجبهة الإسلامية، وأنهم الذين قاموا بهذا الفعل كانوا يريدون إحداث شقة كبيرة ما بين الشارع السوداني وما بين القوات المسلحة ليستثمروا في هذا الخلاف، ولذلك قاموا بما قاموا به، وهو أدعى لمراجعة وإصلاح مؤسسة القوات النظامية، إن كان بجهة التدريب لكيفية التعامل مع المواطنين، وإن كان بجهة إخراج الخلايا النائمة من المخربين الذين يريدون أن يبعدوا الجيش عن الشعب ليستأثروهم بالجيش ويقطعوا الطريق على عملية التحول الديمقراطي. والخطأ المركب أيضا يشمل الذين قاموا بالدعوة لهذه الأحداث، ما كان من داعي لتحدي القوات المسلحة التي قالت لا أريد أن يأتي أحد إلى هنا، ولو كان هنالك تنسيق يمكن كان أن يقام الاحتفاء، ولكنا حقنا هذه الدماء الزكية التي ارتقت والتي سقطت على أرض الأشكال نتيجة لهذه الأخطاء المركبة من الثلاث أطراف. نعم، هل تعتقد أنه الأمور ستمضي بسهولة لتسليم الجناة للعدالة؟ نعم، يمكن أن تمضي الأمور بسهولة، خاصة وأن جميع الآن الأخبار التي تتسرب أن هنالك عدد محدد. القوات المسلحة لديها تراتيبية قانونية، ولو جاز لي الوقت يمكن أن أقول تبدأ هذه الإجراءات أولا بإجراء المجالس التحقيق لهؤلاء الذين كانوا موجودين، ثم من بعد ذلك تستكمل حلقاتها بما يعرف بخلاصة البينات، وهي التي تحدد نوع الجريمة ومن الذي ارتكبها، وهنالك إجراءات أيضا أخرى تتعلق بجرد خزن السلاح ومعرفة الذخيرة التي أطلقت، وأيضا معرفة أين وقع أو أين ارتقت هذه الأرواح للشهداء، هل في أي مسؤولية كانت، في أي قطاعات، هل كانت في القطاع الشمالي، هل كانت في القطاع الغربي، هل كانت داخل ميدان الذي يحتفل فيه الشباب، هل كانت في الخارج. أيضا يتم فحص الذخيرة المطلقة، هل هذه الذخيرة من أسلحة كان كلاشينكوف مثل التي يحملها التي كان يحملها الجنود، هل هذه من طلقة مسدس عيار 9 ميلي عيار 8 ميلي. كل هذه الأمور يجب أن تستوفى في الأول وفي البداية، ثم من بعد ذلك يمكن تحديد والذين تدور حولهم شبهة الاتهام وليس القتلة فعلا، ولأن هذه العملية هي عملية أولية لتحديد الذين تدور حولهم شبهات الاتهام، ثم من بعد ذلك يمكن تسليمهم لأجهزة النيابة لتقوم أجهزة النيابة بالتحقيق فيما يليها وفق الإجراءات المدنية وليس وفق إجراءات العسكريين. هذا ربما يستغرق بعض الوقت، ولكنه مطلوب لأن تأخذ العدالة نحو المتهمين فعلا الذين قاموا بهذا الفعل. لكن دعونا نقول شيئا مهما جدا في هذا الإطار الذي نحن نعيشه في الدولة السودانية، هذه الدولة السودانية يجب علينا نحن كلنا كمواطنين سودانيات وسودانيين أن نعي الحشاشة الأمنية الكبيرة التي يعيش فيها السودان. هنالك أعداء كثر يتربصون بالسودان في هذا الوضع اللي نحن موجودين فيه. هنالك عناصر الدولة القديمة من الجبهة الإسلامية القومية التي تريد أن تبعد العسكريين عن المدنيين حتى يسهل لها أن يقع العسكريين في أحضانها. أيضا هنالك الأعداء الإقليميين من أجهزة مخابرات السودان الآن في مواجهات في حدوده الشرقية، وأيضا في حدود الذين موجودين في اتجاه ليبيا، وعناصر الراديكالية من تنظيمات الإرهابية. كل هؤلاء وأجهزة مخابرات عالمية كلهم يعملون في داخل السودان لاستغلال
هذه الهشاشة الأمنية ومن مصلحة كل هذه الجهات، الأعداء السودان في الخارج وأعداء الديمقراطية في الداخل من تنظيمات الجبهة الإسلامية، كلهم من مصلحتهم أن يكون الجيش السوداني منفصل عن الشعب السوداني وإثارة الأحقاد ما بين الطرفين. يجب علينا نحن كمواطنين سودانيين ومواطنات سودانيات لديهم العقل لتمييز والسؤال لماذا تفعل القوات المسلحة هذا الأمر بشكل ممنهج. هذا سؤال يجب أن يجاب. إذا كانت القوات المسلحة هي التي تحمي الشعب وهي جزء من عملية الانتقال السياسي الموجود، وقبل أيام زار الدكتور عبد الله حمدوك قيادة القوات المسلحة، والأسبوع القادم سيغادر حمدوك والبرهان إلى مؤتمر باريس لتكريس عملية الانتقال السياسي الموجود في الخرطوم، وهنالك اتفاق شعبي كبير حول القوات المسلحة لما تقوم به من حماية لحدود السودان في الحدود الشرقية. هل من العقل أن تقوم القوات المسلحة بشكل ممنهج بقتل المواطنين حتى تحدث هذه الشقة ما بين المواطنين والقوات النظامية؟ هذا لا يعقل، لا يمكن لأحد عاقل أن يتصور ذلك، وذلك يدعو للتفكر في الذين يستفيدون من إحداث هذه الشقة للخلاف ما بين القوات النظامية وما بين الشعب. في كل دول هذه العالم الشعب والجيش يكونون جناحي طائر يطيران ويطيران معا، ولكن هنالك في السودان من يريد أن يحدث الخلاف ما بين هذه المجموعات. وفي نفس الوقت هذا لا يعفي نهائيا من محاكمة الذين أجرموا وفق ما يعرف في القانون بالمسؤولية السياسية للقادة، وهذه المسؤولية السياسية تشمل اللجنة الأمنية في ولاية الخرطوم، من أجهزة الاستخبارات، من أجهزة الشرطة، من أجهزة الأمن، وتشمل أيضا المسؤولية السياسية والي الخرطوم، وتشمل أيضا سلسلة القيادة المتصلة بالذين قاموا بتوزيع هذه القوات وإغلاق مناطق القيادة العامة، وكل ذلك مدعاة للدخول في العدالة الانتقالية في هذا الوطن الجريء. الانتقالية هي مهمة، ولذلك أنا أركز على يجب أن تكون مسألة العدالة الانتقالية من شخصيات وطنية من غير حزبية وشخصيات دينية لديها قدرة على لملمة هذه الجراح. هذه الجراح ليست في القيادة العامة فقط، صحيح أنها جزء، ولكن هذه الجراح في مدينة الجنينة التي سقط فيها أكثر من 130 و140 مواطن، هذه الجراح أيضا في فض اعتصام كتب، هذه الجراح أيضا في اعتصام فتبرنو، هذه الجراح أيضا في كسلة جراء الأحداث لرفض الوالي، هذه الأحداث في بور سودان. يجب علينا أن لا نجعل هذه القضايا مركزية فقط، وأن ننتفض إذا سقط اثنين أو ارتقت ثلاثة أرواح من الشهداء في الخرطوم، ولكن عندما يموت الناس في اعتصام فتبرنو، ويموت الناس في اعتصام كتب، ويموت الناس في اعتصام الجنينة، لا يتحرك أي واحد من المواطنين. يجب علينا كسودانيين الدخول بقوة نحو مسألة العدالة الانتقالية، لأن هذا الوطن لا يمكن أن يبنى بهذه الطريقة بتاتا، لا يمكن بهذه الطريقة. يجب أن ندخل في مسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية. المجرم يذهب إلى المحاكم، ومن أراد أن يعفو ومن أصلح فأجره على الله، لأنه يخرج هذه البلاد من هذه الأزمة التي تعيش فيها لأكثر من عامين. العدالة الانتقالية مطلوبة للمصالحة ما بين القوات المسلحة والشعب، العدالة الانتقالية مطلوبة للمصالحة ما بين أهلنا في دارفور من القبائل التي تقتتل هناك مما يسمى في الإعلام بقبائل عربية وقبائل أفريقية. هذه العدالة الانتقالية مطلوبة ما بين التيارات السياسية الموجودة في السودان، إذا كانت تيارات سياسية تحمل أفكار إسلامية أو تيارات فكرية لديها نظرة لكيفية حكم السودان. هذه العدالة الانتقالية مطلوبة أيضا لقوى الثورة وهو الحرية والتغيير نفسها، التي انقسمت على نفسها بشكل مخزي ولا يليق بهؤلاء الشهداء. يجب أيضا أن تشمل هؤلاء وأن تتصافى هذه القوى السياسية من كل الذي فيه. هذا هو الطريق الوحيد
الذي يمكن أن يخرج بلادنا من هذا النفق المظلم في ظل التحديات والمخاطر التي تحيط بنا شرقا في إثيوبيا، غربا في تشاد التي لا نعلم إلى أين ستذهب، وفي الشمال الغربي في ليبيا وفي جنوب السودان، ونحن الآن نعيش في منطقة مليئة بالاضطرابات. يجب علينا كسودانيين أن نتجاوز عن ما يفرقنا وأن نتجه نحو ما يجمعنا حتى نعيش في هذا العالم المضطرب بشكل يليق بنا ويليق بتاريخنا كشعوب قديمة في هذه المنطقة. نعم. طيب أنت هل ترى أنه في مشكلة عدلية في البلاد وفي إفلات من العقاب بذكرك لأحداث متكررة في عدد من الولايات المختلفة؟ نعم نعم، نقولها بكل فم مليان، هنالك الضعف في أجهزة العدالة في هذه البلد. إذا كانت في العدالة التي تشمل 3 مرات تكررت الأحداث القتل في مدينة الجنينة ولم نرى أي من الذين أجرموا تم تقديمهم إلى المحاكم، تكررت هذه الأخطاء في منطقة شرق السودان في كتلة عند الاحتجاجات ضد الوالي وهنالك من قتلوا ولم نرى أحد تم تقديمه للمحاكم، تكررت هذه الأحداث الذين قتلوا طوال الثورة على نظام الطاقية عمر البشير لا أعاذه الله، الذين قتلوا في هذه الأحداث أيضا لم نجد هنالك أحداث غليلة جدا التي تم تقديمها للمحاكم. ولكن كما قلت لك هذه المسؤولية تشمل النيابة العامة، هذه المسؤولية تشمل رئيسة القضاء، هذه المسؤولية تشمل لجان التحقيق التي تعمل في هذه الجرائم، لا تقوم بواجبها، ولكن في الوقت نفسه ليست المحاكم هي الحلول. المحاكم لو كانت هي الحلول وحدها لكانت رواندا الآن إلى هذه اللحظة مستمرة فيها المحاكمات. إذا كانت المحاكمات هي الطريق الوحيد لإبراء الجراح وإخراج بلادنا من وإخراج البلاد من المشاكل التي تقع فيها، كان إلى الآن البيض والسود في جنوب أفريقيا في إطار محاكمات. إذا كانت المحاكمات هي السبيل الوحيد، لكنا رأينا ذلك في المغرب التي كانت لديها كثير من الجرائم التي أجريت. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول من وجزاء سيئة اللهم صل على سيدنا محمد، هنالك آية دعنا أقول معنى الآية في القرآن، هي تقود إلى أن الذي يفعل سيئة يجازى بسيئة مثلها، ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله. العفو عند المقدرة، هذا هو. لذلك كل السودانيين الآن لماذا معجبين، كل السودانيين معجبين بشخصية والد الشهيد وهو العام الصادق سنين. لماذا؟ لأن هذا الرجل ترفع عن جراحه الشخصية من أجل إشفاء جراح كل السودانيين. لم يقل أنني أريد تاري، لم يقل أريد من قتل ابني، ولكن قال الوالد الشهيد سمن أريد أن أوغث الدماء وإلى الأبد أن تكون آخر دماء هي دماء ابني. وهو ما يجب عليه أن نكون نحن كسودانيين، أن نقول يجب أن تكون آخر الجرائم هي الجرائم التي ارتكبت في ظل نظام عمر البشير، والجرائم التي ارتكبت في دارفور أن تكون هي هذه هي آخر الجرائم، وأن نتساوى وأن نعيش كمواطنين متساوين. المساواة ما بين كل المواطنين أمام القانون، وأن نشيد دولة القانون، هذا هو الطريق الذي يخرجنا إلى بر الأمان. ولكن طريق الأحقاد وتعليق الرقاب في المشارق صحيح أنه يحقق العدالة، ولكنه في نفس الوقت يضيف مزيد من الأحزان إلى هذه البلاد التي لم ترى يوم من الأيام ابتسامة، وظلت على مدى 50 عام في ظل حروب أهلية. وثورة ديسمبر المجيدة هي الثورة الوحيدة التي تستحق أن تنال شرف إيقاف الحروب في السودان إلى الأبد، إيقاف الأحقاد في السودان إلى الأبد، والطريق لهذا يبدأ بالعدالة الانتقالية. والمؤسف في الموضوع أن القاتل والمقتول هم من أبنائنا، وهذا ما يوجع القلب ويجعله يعتصر. ولكن عموما هل ترى أن تكرار حوادث القتل في التظاهرات ستؤدي إلى إجراءات جديدة في طريقة التظاهر وفي إجراءات التأمين؟ نعم يجب ذلك. نحن قدمنا إلى السودان
وكنا نعيش لظروف نظام عمر البشير موجودين في المملكة المتحدة في بريطانيا، وغيرهم من أصدقائنا كانوا موجودين في أمريكا وفي غيرها. هنالك إجراءات عامة للتظاهر، هذه الإجراءات تشمل الذين يريدون أن يقوموا بمسيرة من حقهم أن يخرجوا في مسيرة للتعبير عن آرائهم، ومن حق الشرطة ومن حق الأجهزة القوات النظامية حماية الحق في التعبير وحماية الحق في التظاهر السلمي. وكنا نشاهد ذلك في كل الدول المتقدمة، تجد رجال الشرطة يصطفون بجانب المسيرة ونحن نهتف ونطالب بإسقاط نظام عمر البشير في ظل حماية كاملة من الشرطة، ويمكن أن تخرج أيضا وتطالب بإسقاط الرئيس أيا كان، ديفيد كاميرون، دونالد ترامب، غيرهم، وتجد الحماية من الشرطة. هذا الأمر في السودان ما بعد الثورة يجب أن يكون، لأن الثورة قامت من أجل الحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي، وأيضا من أوجبت على القوات النظامية الحق في حماية حرية التعبير وفي حماية التعبير التظاهر السلمي. وأيضا يجب على اللجان الأمنية والقوى السياسية الموجودة الآن داخل الحكومة، هذه القوى من مسؤوليتها العودة إلى الجماهير، العودة إلى صفوف الثورة، لأنه من الواضح أن هذه القوى السياسية الموجودة الآن في سدة الحكم منفصلة تماما عن الجماهير، لذلك الجماهير تتصرف وفق ما تريد، وهذه القوى السياسية في وادي والجماهير في وادي، ويدخل الخونة الذين يريدون أن يضروا بهذه البلد في هذه المساحة الخالية ما بين القوى السياسية وما بين الجماهير. نعم، يجب أن تعاد التدابير حول حماية التظاهر السلمي، ويجب أن تعود القوى السياسية للجماهير. طيب أستاذ عمار، أخيرا كيف تتوقع التداعيات أو هذه التداعيات تؤثر على العلاقة المستقبلية للشراكة بين المدنيين والعسكريين؟ هذا الزواج كما قال السيد فولكر فيرت المبعوث الأمم المتحدة الموجود الآن في الخرطوم، هذه علاقة قائمة على العقل وليست علاقة طبيعية، ولكنها يجب أن تستمر. علاقة العقل هذه يجب أن تستمر. يجب علينا كسودانيين كما قلت في البداية أن الطائر طائر بجناحين، طائر من القوات النظامية، جناح من القوات النظامية وجناح من القوى السياسية. لا يمكن أن يطير هذا الطائر بجناح واحد في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تحيط ببلدنا السودان. وأكرر مرة أخرى، تحديات أمنية كبيرة موجودة في توترات في الشرق، موجودة في كل المناطق التي تحيط بالسودان، موجودة في داخل السودان، موجودة في الصراع على البحر الأحمر. لذلك يجب أن تستمر هذه الشراكة إلى أن تحين موعد الانتخابات. إذا أطال هذين الطرفين القوات المسلحة والقوات النظامية والقوى السياسية فشلوا في التعايش فيما بينهم، نذهب جميعا إلى الانتخابات حتى يقرر الشعب الذي يريد أن يكون على رأسه، وأن يتحمل الشعب مسؤولية اختياره، وأن يتحمل الذي تم اختياره مسؤولية تاريخية لاختياره. ولكن أن يدس أي من الأطراف السلطة أو أي من أطراف الشعب المحاتيف وأن يضع العصا في دواليب الآخر لإفشاله وغير ذلك، فينهار هذا الوطن في رأسنا، وعندما ينهار لن يخرج العسكري من المدني، من الدكتور، من الصحفي، من الإعلامي، من الكناس، من بتاع الخدار، حينهار في رأسنا كلنا. وفي ذلك الوقت لن ينفع الندم، ونحن شهدنا انهيارات كبيرة، لكن في ذلك كله نحن شعب عريق، نحن شعب قديم جدا جدا في هذه الكرة الأرضية، أكثر من 7000 سنة حضارة، أكثر من ثورتين، ومررنا من خرجنا من هذه الثورات بسلام. إذا فشل هؤلاء الأطراف نذهب إلى الانتخابات ونغرر محمد أحمد وسامي وفاطمة، كلنا نغرر من الذي يحكم ويتحمل هذا الشخص المسؤولية. ولكن إلى ذلك الحين يجب أن نتكاتف لحماية بلادنا من المخاطر التي تحدق بها. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي الأستاذ عمار عوض على هذا التحليل الوافي، شكرا جزيلا.
أشكركم متابعينا في كل مكان، ونحن ما زلنا نستمر معكم في هذه الفترة الخاصة من BNFM التي نواصل فيها الحديث حول الحادثة المؤسفة التي حدثت يوم 29 من شهر رمضان المعظم، والتي راح ضحيتها عدد من الشباب السودانيين.